سلام البنات، كديري لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير. اليوم جينا لكم فيديو جديد، انا وماما جينا باش نقدموا لكم واحد السوب اللي كتجي رائعه، هي فيتناميه سميتها ف. خليكم مع ماما توريكم طريقه التحضير. دابا عندي هنايا العناصر ديالي، عندي هنايا الكرافس، وعندي خيزو، ودرت عليه شويه ديال الازير وشويه الزعتر باش يشرب شي شويه. ودابا هاد الطنجره هادي ديالي درت فيها ازير، ودرت فيها سمحوا لي عفوا، ودرت فيها ازير، ودرت ورقه سيدنا موسى، ودرت الزعتر، درتهم في هاد المريقه ديالي. ودابا انا ما كنبغيش الملح بزاف، غندير غير هاد شويه، ولكن الانسان الملحه على حسب الذوق، كل واحد اش كيبغي. كاين اللي ما كياكلش الملحه، والحوت زائد الحوت راه هو كيكون مالح. غندير هاد الخضيره ديالي، وهنا عندي الحوت اسمحوا لينا، عندي الكروفيت، وعندي الحوت الابيض، وعندي بوزروق هذا بقشرته، وتا هو درت ليه شويه ديال الازير وشويه ديال الزعتر باش يدخل فيهم داك التوابل تدخل ويجي شويه يجي لذيذ. وعندي هنا القزبور حتى الاخر، هذا كنحتاجو. وعندي هنايا الزعفران الحر، ما كنديروش دابا، كنديرو حتى الاخر لانه ما مزيانش، ديري ما مزيانش يطيب، يعني من الاحسن حتى الاخر، وما ديروش بزاف منه، لان كما قلت لكم في واحد الفيديو اخر بان الزعفران الا كثرتي منه الحر يدير تسمم. وعندي هنا البصله الخضراء جرين اونيونز، ها هي كنقطعها، ولكن هاد العناصر هادو ما كنحتاجهمش دابا. الحوت ما غنديروش دابا لان راه نتوما عارفين الحوت تيطيب دغيا، تطيب ليا شويه الخضيره باش نهزها ونوريكم الطريقه شنو كيفاش غندير. وعندي هنا النودلز هادي ديال الروز، ها هي نوريها لكم واش دايره. معكرونه، مكرونه، المهم حنا كنقولوا النودلز، وبالعربيه راه مكرونه. شتو كي دايره رقيقه بهذا الشكل، وصافي وبقاو معايا حتى الاخر ديال الفيديو. دابا ملي طاب ليا هاد الخيزو ديالي غنهزو، سمحي ليا لاسي نديرو واحد نعيما ياسين باش يطلع ليا بزاف. هو الكرافس عندنا واحد وحيده ولا جوج هنايا، نزوم نخليو حتى وحده هنا. وهاد الصوبه راه كتجي تبارك الله، ما نقولش ليكم كتجي غزاله رائعه، كتجي لذيذه بزاف، كنتمنى تجربوها. غير جربوها على حسابي، ناخذ مويها باش دابا نحطها على جانب، وغندير هاد الحوت ديالي اللي قلت لكم قبيله. الحوت ديالي مهم، الكروفيت راه نص كيلو، سوري سميتو البوزروق، لا بوزروق الحوت البيض قلتو ليهم، بوزروق اللي ما قلتوش ليهم، بس
سمحوا لي وزرق راه تا هو نص كيلو، الحوت البيض نص كيلو، الكروفيت ماشي مشكله، الفول قليل ماشي ما كيحتاجش الكروفيت بزاف، ما كيحتاجش السوب ما كتحتاجش الكروفيت بزاف. غنزيد الماء نديرو غير في الجنيب باش ما يبسش ليا ونغطي على الطنجرة ديالي هكا ونمشيو. دابا هاد الخيزو وهاد الكرافس غنطحنهم. سمحوا لي يكون واحد شويه ديال الصوت مجعز، ولكن سمحوا لينا ضروري خاصنا نطحنوه. دابا من بعد ما غلى ليا الطنجره ديالي غنحط النودلز هكا، نحاول الحركه باش ما تلصقش ليا مع بعضياتها. اوكي باش ما تلصقش، راها ما كتشدش الوقت بزاف في الطياب، لا هي لا الحوت، كلشي تقريبا كيطيب في 20 دقيقه. هادي صوبه سوب ساهله مهله اللي مزروب ما طلب ليه كاع الوقت. اوكي نحرك بحال هكا غير باش ما تلصقش ليا مع بعضياتها. ما تعجنش ليا، ما هي ما كتعجنش في الحقيقه، غير باش ما تلاصقش باش تجي مع بعضياتهم. اوكي دابا هذاك خيزو ديالي والكرافس اللي طحنت دابا غنديرهم بحال هكا، غنزيدهم اللوين كيما شتو كيجي اورانج، ولكن لذا ما نقول لكمش. يا سلام ميامي، نبغيكم الصراحة تجربوها. واللي بحال دابا الا ما لقيتوش هاد النودلز، الا ما لقيتوهاش عندكم، ربما انا كنظن تكون في مرجان، تكون في كافور، الله يعني تقدر تكون، تقدر تكون عندكم كاينه، ولكن اللي ما لقاهاش يدير هذيك سميتو سباكيتي رقيقه. لا ما لقيتوهاش، ولكن كنظن كلشي موجود تبارك الله عندكم في المغرب، كنشوف تبارك الله السلاعي موجودين عندكم. ودابا غنلو حد البصيله ديالي بحال هكا، حركة صافي، نحطي الصويبة ديالي ونخليها غير شي خمسة ديال الدقايق. كيف ما كتشوفوا معنا البنات، حنايا حنا وصلنا لاخر ديال الفيديو، هذا هو الشكل النهائي ديال السوب ديالنا. كنتمنى تكون عجبتكم وتكونوا استفدتوا منها. ما تنساوش ديروا لايك
و كومونتي زوين بحالكم، ضغطوا على سبسكرايب. باي 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 باي، بيك كيس.